وردنا الآن شاهد ورقة الاعتراف المنسوبة للدكتور الدويل التي وجدت بجانب جثمانه داخل عيادته في عدن. لن تصدق ما هو محتواها الذي صدم الجميع. إليكم التفاصيل. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. تداول ناشطون ورقة قيل إنها للدكتور أحمد الدويل وجدت بجانب جثمانه داخل عيادته بالمنصورة في عدن. وتداول ناشطون للورقة وقيل إنها عثرت بجانب جثمان الدويل ومكتوب فيها: واحة من الظلم علي من القريب والبعيد، ارتحت منها بكل راحة، لدي الكثير لمربطات العزيزات على قلبي وأحب أخدمهم من قلبي، وسامحوني على أي تقصير غير مقصود. وشكك ناشطون بحقيقة انتحار الدكتور بعد مشاهدة هذه الورقة بحجة أنه لماذا لم يكتب الدكتور الرسالة بخط يده، حيث سيتم التعرف على حقيقتها إن كانت مكتوبة بخط اليد. ولم تفصح أي جهة رسمية عن هذه الرسالة، ما إذا كانت فعلا عثر عليها بجانب الدكتور أم لا.